كثير من الاحيان كنتلاقاو مع ناس غاضبين وطال عليهم الدم في الحياه ديالنا، وفي غالبيه الحالات مع الاسف ما كنتعرفوش كيفاش نتواصلوا مع الشخص الغاضب. المره المقبله اذا لقيتي نفسك امام شخص غاضب، قبل ما تطرح السؤال كيفاش خصني نتواصل مع هذا الشخص الغاضب او شنو هما الكلمات اللي خصني نستعمل مع الشخص الغاضب، طرح واحد السؤال قبل منه: علاش هذا الشخص هذا غاضب وطال عليه الدم؟ في غالبيه الحالات غادي تلقى سبب واحد. السبب هو ان الشخص الغاضب كيحس بانه ما تفهمش، كيحس بانه ما مفهومش وسط الناس اللي عايشين معاه. من مورا فاش كتعرف السبب اللي كيخلي هذا الشخص هذا غاضب، كيسهل عليك التواصل معه. التواصل مع الشخص الغاضب هو نعطيه الاحساس انني فاهمه وانني حاس به. بزاف ديال الناس فاش كيبغيو يتواصلوا مع الشخص الغاضب كيستعملوا كلمات كالغلط ديالك، كيبداو يعطيو في دروس وحلول عشوائيه، ويمكن نقول لك هذه أسوأ طريقه للتواصل مع الشخص الغاضب. اعتمد على الانصات الجيد كاول اليه، لان اليه فعاله، لان من خلال الانصات الجيد كنحسس الشخص الغاضب انني فاهمه وحاس به. ثانيا، استعمل لغه الجسد والملامح ديال الوجه. الملامح ديال الوجه ولغه الجسد كيعبروا على انك انت حاس بهذاك الشخص، لان في غالبيه الحالات الشخص الغاضب محتاج فقط اللي يفهم ليه ويفهمه باش يطفي الغضب ديالو. والاعتماد على اليه الانصات الجيد ولغه الجسد والملامح ديال الوجه غادي تساعدك بدرجه كبيره للتواصل بطريقه فعاله مع الشخص الغاضب.